ما شاء الله عليك، تحياتنا لاهلك ايمن، درت على هالزيونه يابا، ما عندكم بيت حتى لو محل، ما تريدون حارس، درت عليك يابا. عندك علم اشتغلت بيت قادم زيونه، البيت مساحته 50 متر، ظلت بيه 30 يوم اشتغل بيه على مود ادحج على وادم. والله ايش كثر حلوات دحجي، واحد مره واحده والله القران بزيونه قالت اريد ايش اسمه، عندهم صبغ مال قرفه ولا جمانه، عندهم صبغ مال قرفه، القرفه مالتهم عاليه، هو مو قرفه مطبخ بس عالي، السقف مسوينه 3 مترات، كان احط لك الدرج ما يصل، سويت للدرج وقفته غاز هيك عدل، وكان اشيل لك السطل مال الصبغ بايدي واصعد، وكان تجي المراه يمه تخبل، كان تجي كانت تقول ايش اسمه، قالت يا ولد انت ايش كثر سبح هاي شلون مسيطر يمه، لو انا كان مديت كان مديت، كان يسلح الدرج ويسلح لك الدرج ويقع الصبغ على راسي، وايدي انطبقت جوا الدرج، ايدي توجعني، كانت تقول بيك شيء، قلت لها كل شيء ما بيه، كل شيء ما بيه اسد، واطلع لك اسبوع انا نايم. اي كنت مثل هاي لوني مثلك ما اطلع بعد. سلمينا على امك، الله يحفظ امك ان شاء الله الك. قلبك ما شاء الله، أدى محل حلويات امك؟ لا بعد منين جابت هالبقلاوه؟ زين اقول لك يا ولد شنو طالع؟ انا مشكلتي بقى، انا مشكلتي اخاف اتغزل ومن باب الصداقه وهيج، ورحمه تطلع دش وما ما احكي لك. وياك الزلمه، وياك الزلمه عند المراه خط احمر، المراه حد هالمطبخ، المراه حد هالمطبخ، ممنوع تحكي وياها خارج المطبخ. ما راح هذا المطبخ، انا ما اخاف من النسوان، زلمه كبارك لعشيني. ايه ليش ما واثقه؟ انا عندي شك يعني برجولتك، ايش بيك يا ولي؟ اذا اقول لك اقول لك ما اخاف من المراه يا ولي. ايه عافية عليك عافية عليك. وين من القزل يا ولد، ايش كثر عمرك انت ما تسوي لي الشغله، تخترعي لي الشغله، عندك علم انا صديقتي بكبر صانعه طياره. شنو تريد بالضبط؟ يا بل سوى ازياء، سوي لي شغله، سوي لي اقترع شيء. يعني شنو تريد؟ تريد يعني شلون يعني؟ ماذا افتهمك؟ والله انا ما افتهمك، انت عندك نيه قاصدين شو اشك يعني بالموضوع. لا انا ما عندي نيه. اشياء غمازاتك يا باب، لحد يطفوا الكاميرات. ما كنية بالموضوع؟ لا سناب ابو النجمه، اول ما تكتبي الحصحص يطلع منجم. على راسي والله قسم بالقران، من احلى البثوث مال اليوم والله العظيم، اندرت على وجهك، اندرت على شكولك، اندرت على الضحكه الحلوه، قسم بالقران من احلى البثوث مال اليوم يا ولو. الله مو بنيك يا يمه، كاهي كاه، مو بنيك كاهي يا ولد، اندرت عليك يا ولد، تدرين عندك العلم، الوادم من يمي كلها حبتك، كلها حبتك، وحق الله الوادم كلها حبتك، بس انا ما تمنيتش تطلعين يا ولد، دزيلي طفى يمك الانترنت، دزيلي اجي، دزيلي انتظرك. ليش ايش حس حس دزيلي، يلا انتظرك انتظرك بعد، روح انت قلبي، انت درت عليك يمه كاهي مو مره، يلا انتظرك انتظرك. هلا هلا رحمه رحمه، يمي بالبث بعد قلبي، بنية كان صاعده وياي تخبل، انت ايش بيك، قمت تزهلي يتيم، بس لا تعبانين عليك. لا ما علي. يقول سماعه يمه، تحق النوب جماعة الزيونة، حتى ملابسهم حلوة، حتى ملابسهم كيوت، خرب ابليسكم كل اديدايس. كل اديدايس يا يوبو يا ولد، انت حتى انت عندك علم، انا قادم زيونة اشرب مي من البوري من كثر ما ميكم نظيف، واذا ميكم مصفى، اذا ميكم مصفى، ميكم مصفى، بعد شو تريدين؟ رحمة نورتي قلبي. ها؟ أبو فهد يعني أمه موجودة، شو بيقول؟ شو بيقول؟